صباح الخير كل اللي بتابعونا وحلقة جديدة من حلقات بنصبح عليك. صباح الخير، صباح يوم الجمعة الخير، الأمل، التفاؤل. يا رب النهاردة يكون يوم جميل مليان طاقة إيجابية على كل مشاهدينا، ويكون يوم سعيد على حضراتكم بإذن الله. بكون موجودة معاكم أنا سارة الهلالي وحلقة النهاردة، وبتمنى أنها تحود على رضا حضراتكم. اخترنا لكم فقرتين كالعادة، وهيكون معنا فقرة عن أهمية النانو تكنولوجي وتكنولوجيا الفضاء للمجتمع حاليا، وإن شاء الله تسعدوا بها. وهيشرفنا فيها الدكتور محمد شعبان، أستاذ بكلية العلوم جامعة بني سويف، ومدير معمل النانو تكنولوجي، ووكيل كلية علوم الملاحة والتكنولوجيا. كمان هنتكلم عن فقرة مهمة، وهي فقرة عن أدب الطفل أو أهمية القراءة عند الطفل، وهيشرفنا فيها الأستاذ يعقوب الشرنوبي رائد أدب الأطفال. بكده نقدر نطلع لفاصل قصير، ومن بعده أرجع لحضراتكم وأخبارنا السريعة وبنصبح عليك. وانتظرونا بعد هذا الفاصل. وبعود لحضراتكم على طول، ومعنا فقرة الأخبار. وأول خبر معنا، رئيس السيسي يصطحب نظيره البيلاروسي في جولة بالعاصمة الإدارية. اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة. شملت الجولة تفقد مدينة الثقافة والفنون ومنشآت المدينة الرياضية والصالة المغطاة بها وكنيسة ميلاد السيد المسيح والحي الحكومي وما به من منشآت للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة ومنطقة مجلس النواب ومجلس الوزراء. وتفقد الرئيس وظيفه الكريم المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية المصرية، حيث ضم المعرض بعض إنتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة، وكذلك عدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة وآلات الكبيرة الحجم. وبنتقل بحضراتكم للأهرام، والرئيس السيسي يبعث رسالة شكر. الرئيس الصيني يبعث رسالة شكر للرئيس السيسي على دعمه في مواجهة كورونا. بعث الرئيس الصيني شينجين بينغ رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإرساله رسالة تضامن ودعم لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلى المساعدات الطبية المقدمة في هذا الإطار. متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي للمرأة في مجال العلوم يوم الجمعة. تنطلق في تمام الساعة 1 ظهرا اليوم الجمعة في مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة اعترافا بالدور الحاسم الذي تلعبه النساء والفتيات في العلوم والتكنولوجيا. كما تهدف الأمم المتحدة من خلال الاحتفال به إلى إنهاء عدم التوازن بين الجنسين في مجالات العلوم كافة. ومن اليوم السابع، حاكم دبي يتوج الفلاسي بلقب صانع الأمل العربي ومجدي يعقوب بوشاح العمل الإنساني. كرم الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وولي عهد دبي صناع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية بقيمة 1,000,000 درهم إماراتي لكل منهم لتبلغ قيمة جائزة صناع الأمل 5,000,000 درهم إماراتي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يقلد البروفيسور مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني نظير مساعيه النبيلة في خدمة الإنسانية. أكاديمية الفنون تحتفل بأسطورة الباليه أنا بافلوفا. أقامت الأكاديمية الفنون احتفالية بأسطورة الباليه أنا بافلوفا، حيث ابتدأ الحفل بإزاحة الستار عن تمثال الأسطورة العالمية من صنع وإهداء الفنان أسامة السروي. جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية وسفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة وأليكسي تيفينيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر.
مرة تانية الأهرام، الرياضة، صور الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي، وأعلام مصر والإمارات تزين استاد محمد بن زايد، شيكابالا يرفع الكأس، والزمالك يتوج بالسوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه. توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية. وقلد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري لاعبي الزمالك بميداليات المركز الأول، ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا كأس بطولة السوبر المصري، وعمت الأجواء الاحتفالية استاد محمد بن زايد مع تفاعل جماهير العريضة من لاعبي الزمالك. ألف ألف مبروك، بنبارك طبعا للزمالك، وشفنا الاحتفالات حتى هنا في مصر، ويعني القاهرة كانت كلها بتحتفل بنادي الزمالك، وهارد لك لنادي الأهلي. وأما عن توقعات الطقس ليوم الجمعة 21 فبراير 2020، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا، والوجه البحري يشهد أيضا طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا. والسواحل الشمالية الغربية بيشهد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح تنشط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، الإسكندرية 18 والصغرى 10، مطروح 17 والصغرى 9. وبكده بتنتهي أخبارنا مشاهدينا الكرام، وحالا نقدر نطلع لفاصل قصير ومن بعده نعود لحضراتكم أولى فقرتنا الحوارية على الهواء، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. تعتبر القراءة من أهم الوسائل التي تنمي العقل وتعزز لدى الإنسان صغيرا كان أم كبيرا القدرات الإدراكية، كما أنها تنشط عمل الدماغ وترفع مستوى الذكاء. وباعتبار الأطفال جزءا لا يتجزأ من المجتمع، يجب الحرص على تربيتهم بصورة صحيحة وتشجيعهم على المطالعة والقراءة، لأنهم الجيل الذي يرتكز عليه مستقبل الأمة. فالقراءة تبني شخصية الأطفال وتفتح أذهانهم وتوسع قدراتهم العقلية وتزيد الوعي لديهم. لذا من أهم الأمور الواجب على الآباء والأمهات تعويد أطفالهم عليها هي القراءة منذ الصغر. الطفل طبعا لما من صغره بيتعلم القرايه بيعرف كل حاجه في حياته، بيعرف مستقبل وطنه، بيعرف دنيته، كون معلومات بتنفعه بعد كده في الكبر. لما يتولد من صغره يتعلم القراءه والكتابه بيبقى عنده تعلم المعلومات بتنزل في نوع عن حياته في مصر كلها. القراءه مهمه جدا للطفل، لان للاسف الانترنت والسوشيال ميديا يعني غطى على القرايه جامد، انما القرايه مهمه جدا للطفل. احنا من زمان كان في حصة اسمها المكتبة في المدارس، أنا مش عارف يعني اتلغت ليه. بالنسبة للقراءة هي الحياة أصلا، الإنسان ما يقدرش يعيش من غير معرفة، ولازم يعرف تاريخه ويعرف مبادئه ويعرف دينه ماشي، ويعرف يتعايش مع الناس. بتنفع يعني غير الموبايل والكمبيوتر والحاجات دي، يعني دماغه بتشتغل والحاجات دي مع إنه هو صغير بتفضل معاه لغاية ما يكبر. يعني الحاجات اللي احنا قريناها واحنا زمان يعتبر هي اللي احنا ماشيين بيها. مفيش حد بيقرا كتاب دلوقتي ولا بيمسك كتاب ولا بتاع، بس اللي قرا قبل كده هو اللي في دماغه. من فوائد القراءة للأطفال تعزيز العلاقة بين الوالدين والطفل، خاصة عندما يبدأ الطفل باكتشاف البيئة المحيطة، كما أن القراءة تخرج الطفل من الروتين الممل وتنشط العقل، الأمر الذي يساعده على معرفة الأشكال والأجسام المتواجدة في محيطه بصورة كبيرة. تؤكد
بتوسع مداركه جدا جدا، بتوسع ثقافته جدا جدا. مهمه جدا جدا ان احنا نعلم اطفالنا ونعودهم ازاي يقروا من هم صغيرين وازاي يحبوا القرايه، يعني لان دي بتوسع مخهم جدا جدا. بالنسبه للقراءه بقى للطفل دي الحقيقه يعني حاجه مهمه قوي 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 الحقيقه يعني، وضروري قوي الاسر يعني تهتم بالنقطه دي، بتنمي مهاراته في تفكيره وتخليه يطلع بكره بعد يستفاد من العلم، تنمي فكره وتنمي ذهنه وتخليه ان هو من قدراته وتخليه ان هو قادر ان هو يعني يعرف يتعامل مع الواقع ومع المجتمع. من ابرز فوائد القراءه للاطفال قبل دخولهم الى المدرسه تحفيزهم على التعلم، فيكون الطفل قادرا على تركيب الجمل، الأمر الذي يجعلهم يتفوقون في مجال الدراسة عند التحاقهم بالمدرسة. تساهم في تنمية خيال الأطفال وتطلق العنان لتصور كل ما يقرأ لهم. بصبح على حضراتكم مرة تانية، ودايما من زمان جدا اسمع الكل بيتكلم عن أهمية القراءة وقد إيه القراءة بتفرق في حياة الشخص، لكن دايما أقول اللي ما جربش ما بيعرفش. الحقيقة لازم نحن نجرب بأنفسنا ويكون عندنا الشغف للقراءة، ولو إحنا ما عندناش العادة دي في البيت لازم نعود أولادنا اللي لسه بيطلعوا للدنيا جديد إن هم يقرأوا ولو كتب صغيرة مناسبة لسنهم. مجرد إن فكرة إن هم يرتبطوا بالكتاب كده إحنا ربطناهم بالعالم مدى الحياة، كده خلينا شخص سوي، شخص الفراغ ما يدفعهوش لبعض المشكلات، وكمان بنفتح مداركه بشكل كبير. احنا النهاردة مش بنتكلم عن القراءة بشكل عام، احنا بنتكلم عن القراءة بالنسبة للأطفال، ازاي نحببهم في القراءة وازاي هذا الأدب صعب جدا، هذا النوع من أنواع الكتابة أصعب بكتير من أنواع أخرى، عشان نربط طفل لسه يعني في سنينه الأولى من حياته بكتاب. أعتقد أن دي مهمة صعبة جدا على الفنان اللي بيقوم بده. اسمحوا لنا يشرفنا ويسعدنا النهاردة في برنامج بنصبح عليك يكون معانا الأستاذ يعقوب الشرنوبي رائد أدب الأطفال. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. صباح النور. صباح النور. فكرة الكتاب أنه الطفل النهاردة، أولا إحنا بنشوفش كبار بيقروا كتير عشان نلاقي أطفال، يعني الجيل الوسط اللي هو ممكن جيل الأباء والأمهات لأطفال في مراحلهم الأولى من حياتهم مش هنلاقي الآباء والأمهات بيقروا كتير، لا عندهم وقت ولا اتربوا على عادة القراءة. أولا القراءة هي موهبة ولا عادة مكتسبة؟ لا، القراءة عادة مكتسبة وزي عادات كتيرة جدا وأساسية في حياتنا كلها مكتسبة. يعني النظافة، عمرنا ما قلنا للطفل الصغير خليك نظيف، إنما من يوم ما يتولد بنحميه، بنسرح له شعره، بنغير ملابسه، يعني احنا بنخليه نظيف. أيوة. فبقت العاده دي جزء لصيق بشخصيته وبسلوكه اليومي. القرايه كده، القرايه لازم يشوف اللي حواليه بيقروا، ولازم يفرجوا الصور ويقلبوا الكتب. النهارده بقت في كتب للسن الصغير قوي معموله من القماش، معموله من الفوم، وتطلع اضواء، تطلع اصوات. وانا شفت امهات في بعد اسبوع من الولاده او اسبوعين ماسكه طبها بترضعه، وبعد كده بتمسك ايده يدوس على ازرار في الكتاب فيطلع اضواء ويطلع صوت ويقلد صوت الحيوانات. يعني بيخلوا الكتاب ده جزء من حياه الطفل من وهو صغير. صحيح. فالقدوه شيء مهم جدا طبعا في حياه الطفل، وزي ما حضرتك قلتي انه الكتب النهارده السنه دي في معرض الكتاب احنا ابتدينا نقدم ده كتاب لحضرتك. ده طالع السنه دي. استاذ يعقوب الشاروني واحد من ادباء عالم كتب الاطفال، يعني حضرتك وبعدين يعني عندك إيه؟ عندك ما يميز اسلوبك الحقيقه انك بتهتم دايما بالالوان وبعرض الكتاب. الطفل عاوز صوره كبيره وعاوز حروف كبيره، لان الناس بتتصور ان القرايه تبتدي بانه يعرف ان ده الف وده ب، ده مش صحيح. وزي ما بيشوف الصوره بيشوف الحروف كصوره برضه، فعينه بتتعود على اشكال الحروف.
لما بيتعود على اشكال الحروف بيتعود على طب الحرف ده نطق او الشكل ده نطقه ايه. وعلى فكره في حياه الطفل ما فيش الف وب، في ا وفي اي اللي هي بتسميها الساوندز اللي هي الاصوات، اصوات صحيح. مش حروف. فلازم من الاول يعني هذا الحجم الكبير على فكره، والتجاوب الاباء والامهات مع السلسله الحجم الكبير ده كان في معرض الكتاب غير طبيعي. فاحنا فعلا ابتدينا نجرب، لقينا ان الاسره محتاجه الصوره الكبيره قوي دي اللي بتاخد على صفحتين، والكتابه القليله والكبيره في نفس الوقت. مش بقصد ان الطفل يقراها، طبعا هيقراها في سن 5 أو 6، انما مبكرا جدا ان عينه تتعود على شكل الحرف. وزي ما بقول انه احتضان الام او الاباء لاولادهم وانهم يقروا لهم من الكتاب ويشاوروا لهم على الصوره، واذا كان في طبعا الكتب اللي بتطلع اصواته او كده، ده لا شك انه بيخلق حب بين الطفل والكتاب. ودايما نقول الله، طب الاولاد من سن من شهور اولى بيبتدوا يهتموا باللعبه، طب ليه ما بيهتموش بالكتاب بنفس الطريقه؟ لان الحقيقه اللعبه بتخاطب كل حواس الاطفال. عشان كده الكتب النهارده اتطورت قوي وبقت فيها اشياء ألمسها. بس في تحدي كبير يا فندم. زمان لما كنتوا بتكتبوا كتاب للأطفال لجيلي أنا مثلا، كنا بنبقى مرتبطين بالكتاب، عاجبنا شكله، كل واحد بيحافظ على كتابه لحد ما يخلصه، وبعدين يبقى عنده كتاب آخر إذا عيلته هتشتريه له، أو لو هو بيروح المكتبة يسلم ويستلم كتاب جديد. أما بالنسبة للنهاردة فالتحدي كبير. يعني زمان كان هم ممكن جهاز يعني ممكن نلعب بيه، ما كانش فيه فكرة الموبايلز وغيره، فكرة انه ممكن يكون في كل كام بيت نلاقي مثلا اتاري او غيرها. النهاردة بقى كل طفل منعزل على الموبايل الخاص بيه او التابلت الخاص بيه. ازاي حضرتك بتشوف انه انت تقدر في وسط عالم التكنولوجي الكبير ده انك تجذبه مرة تانية للكتاب؟ انا عاوز اقول حاجة، انا ليا صديق كاتب مشهور قوي في المغرب كان معايا في السنه اللي فاتت في معرض القاهره الدولي للكتاب، ولما اتنقلنا في المكان الجديد في التجمع الخامس هي عاملين سرايا ضخمه جدا كلها لندوات الاطفال وانشطتهم، فقال لي ملاحظه غريبه قوي، قال لي انا لاول مره بشوف في معرض عربي، هو يعني انا وهو زرنا معظم المعارض العربيه، أشوف الأسرة واخدة أولادها بهذه الكثافة وراحة المعرض. ده حقيقي. أنا عاوز أقول يعني في جانب سلبي وفي جانب إيجابي، إنما المعرض كان والسنة دي برضه مزدحم بالأمهات اللي واخدين أولادهم عشان يقعدوا يعملوا أنشطة، يرسموا أو يسمعوا حدوتة أو يسألوا أسئلة. يعني الحقيقة إحنا كشعب لا بنحب القراية، ويمكن إحنا بقينا 100 مليون فعاوزين اهتمام أكتر بالأطفال، إنما الأسرة المصرية فيها ليها اهتمام قوي بالكتابة. عاوز أقول حاجة ثانية، إنه النهاردة لما بنقول يا أسرة اهتمي بأن الطفل يتعرف على الكتاب، عاوز أقول للأباء والأمهات حتى لما كنتوش أنتوا بتقروا اشتروا كتب لأولادكم الصغيرين، ده جزء من التربية. حاجات كتيرة ما كناش احنا بنستخدمها واحنا صغيرين، انما بنستخدمها دلوقتي علشان ولادنا يتعودوا عليها. يعني فانا عاوز اقول لازم يبقى في صندوق صغير، رف صغير، الولد يعرف ان ده احط عليه الكتب الخاصة بيه. المكتبة المنزلية للطفل مسألة الحقيقة مهمة، زي ما بنحط صندوق بنحط فيه الالعاب بتاعته يلعب بيها وبعدين يلمها يحطها في صندوق. لازم يبقى في مكان الاسره كلها تحترمه، وده مكان القراءه، المكتبه بتاعت فلان يعني ايا كان اسم هذا الطفل، لانه احساسه ليه انه يملك اللعبه او يملك الكتاب دي مساله مهمه جدا. وانا شفت الولاد بعد ما الاباء والامهات بيقعدوا معاهم يعني مش طول النهار، ربع ساعه 10 دقائق نص ساعه يكلمهم عن الكتاب يفرجوهم عليه، هو نفسه بيروح يمسك الكتاب ويروح لابوه او امه يعمل له حتى كده قبل ما يتكلم عشان يقعدوا يحصلهم. صحيح. وعلم الكتب تطور بشكل كبير جدا. زي ما حضرتك بتقول الاطفال في كتب معموله من اقمشه، في كتب معموله ليها يعني لو كتاب بيحكي عن بلاستيك او الفوم، احنا الكتاب مثلا بيحكي عن القطار فهنلاقي ان الكتاب نفسه على شكل قطر وبيتعمل اصوات القطر وهكذا. فكره تعليمه الالوان ومختلفها ده صحيح. في ظل بقى الضغط الكبير في التعليم وكتب المدرسه و في اباء وامهات يكتفوا بكتب المدرسه ويقولوا الولد كده كده شايل كتب وبيذاكر كتب و الفرق بين
كتاب المدرسي وكتاب اللي الطفل بيروح يشتريه ويختاره، ممكن يقراه قبل ما ينام، ممكن يقراه في ساعة معينة للقراءة في اليوم، ازاي حضرتك بتفرق؟ انا هقول لحضرتك بس في ملاحظة عاوز اقولها على عشان ما تفوتش حكاية الاجهزة دي. النهاردة في تحذير عالمي، اوعوا تخلوا الاطفال قبل 4 سنين يشغلوا وقتهم بالاجهزه دي. بقول لك اول امبارح جاره الاخبار نشرت نتيجه دراسه حصلت في اوروبا، قالوا مستوى الذكاء بينقص ثلاث يعني بدل ما يبقى 3 يبقى بدل ما يبقى 1 يبقى 15 يبقى 8. اللي بيهتم بالصغيرين بيهتموا بعض الوقت بالاجهزه دي، اللي بيهتموا طول الوقت ذكائهم بينقص اكتر من النص. طبعا لانه اصلا الطفل في الوقت ده هو موجود تو اكسبلور، يعني لاكتشاف العالم بالزبط. فلما احنا هنخليه على طول باصص في شاشه بيلعب لعبه او بيتفرج على كرتون، امتى بقى هيلحق يستمتع بالحياه او يكتشفها، يعرف ان العصفوره ليها صوت كذا، هيعرف الحياه ارتفيشلي زي ما بنقول او بشكل اصطناعي من خلال الشاشه بالزبط. مش على الطبيعه. يعني معلش انا قطعنا كلامنا، انا هجاوب على السؤال بتاع مكتبة، إنما أصل دي مسألة مهمة ولازم. صحيح عندك حق، ما بقتش آراء ناس، بقت الدراسات النهاردة بتقول ابعدوا الأجهزة، لا تقول لي بعض الوقت ولا كل الوقت، يعني ابعدوها خالص. لأن سؤال، ربنا خلى الطفل بيتعرف على العالم بالحواس، فأنا لما بديله الشاشة دي طب يعني حاجة ببساطة قوي، هل ممكن التقيل والخفيف يعرفها من السخن والبارد، البعيد والقريب؟ المسافات اللي في الشاشة دي مختلفة جدا عن الواقع، يعني ما بيستخدمش حواسه. والنهاردة العلم قال حاجة مهمة قوي اكتشفناها أخيرا، إنه كل حاسة من الحواس في جيب في المخ بيشيل، يعني اللمس في جيب بيشيل كل لمسة، أنا الخشن والناعم والإلى آخره، وفي جيب بيشيل أصوات الموسيقى وأصوات الناس. هذه الجيوب بتظل رشيطة لحد 8 سنين، لحد 8 سنين مقدرتها على الحفظ والاسترجاع ب80%، خلاص بيتبقى 20 فقط بعد 8 سنين. فاحنا لو ما خليناش طفلنا يتعرض لكل هذه الانواع من لمس، تذوق، حاسه شم، غيره، هيفقد قدرته على التخزين. يعني واحنا مواجهه المشاكل الجديده بنستخدم خبراتنا السابقة، إذا ما فيش خبرة سابقة يبقى ما فيش ذكاء. صحيح. بس أنا حبيت أقول الملاحظة دي للأباء لأنها ملاحظة. نروح بقى للأباء اللي بيفتكروا إنه كتاب المدرسي كفاية. مش صحيح بقى. ليه بقى؟ الكتاب المدرسي بيدينا زي ما بقول رؤوس موضوعات. يعني مثلا كتاب مدرسي بيقول إنه كان في ملكة اسمها حتشبسوت، من هذه الملكة كانت من أهم الملوك في تاريخ مصر اللي عملت نوع من التنمية الزراعية والتنمية الصناعية والمباني وإلى آخره، في صفحة. إنما أنا بروح في المكتبة ألاقي كتاب كامل عن حتشبسوت والمعبد بتاعها في الدير البحري، كتاب كامل. فبقول للطفل أنا بديله صفحة في كتاب التاريخ عن حتشبسوت، أنا بقول له روح المكتبة هتلاقي كتاب كامل بقى كله صور وممكن يبقى مجسم ومتحرك وكده عن حتشبسوت. المفروض المدرس ياخد الولاد يروح المكتبه او يجيب الكتاب من المكتبه يتفرجوا للولاد. انا شفت في اوروبا وامريكا بقى العلاقه بين مكتبه المدرسه والمنهج علاقه يوميه. يعني هناك عندهم ايه؟ اعمال السنه، ما هيش كلام نظري كده، لا، عنده حاجه اسمها بيبر. بيبر دي يعني بحث. حتى في سنه اولى ابتدائي البيبر عنده يحط 4 صور وتحت كل صوره كلمه، ما هو ده بحث بس بطريقه بتاعته يعني. على قد فبيكلفوه يقول له عشان تعمل بحثك لازم تجيب كتابين من المكتبة ترجع تعملهم المرجع بتاعك. يقول لك اوعى ترجع للشاشات، اوعى ترجع للنت، لان النت ده كل واحد عاوز يحط عليه حاجة بيحط، مفيش، الطفل صعب عليه يفرز الصحيح وغير الصحيح. بالاضافة طبعا الى انه الشاشات يعني ممكن يكون لها اخطار، طبعا هي شيء مفيد جدا للي عارف يستخدمها كما يجب، بس احنا بندي للاباء المواقع الالكترونية اللي الآمنة والمفيدة. طبعا الطفل الصغير ولحد 15 سنة ما بيقدرش يوصل لهذه المواقع، فاحنا بنقول له ان لازم تروح، يعني هما قصدي اقول في آلية في المدرسة انك عشان تاخد اعمال سنة صح لازم ترجع المكتبة. طب احكي لكم حاجة بقى، عارفة هاري بوتر اللي كلنا شفنا افلامه؟ صحيح طبعا. وكتير منا قرينا قصصه واللي الأديبة بتاعته، يعني اللي ألفت المعادلة بقت من اغنى الاغنياء. انا هقول لك بقى حاجة الناس مش واخدة بالها منها، في ال7 أجزاء بتاعت الرواية دي الأبطال 3 ولدين وبنت، كل ما تكون مشكلة
مين اللي بيحل المشكله؟ البنت بتروح المكتبه وتفتح الكتاب. طبعا هم عاملين الكتب كتب سحريه والصور بتتحرك عشان تبقى شيء مشوق، انما خدي بالك كل مشكله البنت بتروح للكتاب، بتروح المكتبه وتفتح كتاب عشان تجد حل للمشكله. شوفي اثر ده على قارئ الروايات اللي انتشرت قوي دي، انه كلما واجهنا مشكله سنجد الحل في الكتاب اللي موجود داخل المكتبه. انا عاوز اقول هنا دخلنا اهو في الكتاب واثره على الناس، انه هذا الاثر العظيم جدا لناس ركزت على فكره السحر. السحر دي احنا زي ما بنحط التوابل في الاكل، دي شيء مشاهيات، انما ورا المشاهيات دي في 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 شغل كبير جدا، شغل تربوي، شغل تربوي مهم قوي، انه الولاد بيحبوا الاستطلاع ويبتكروا العاب وبيروحوا المكتبه. لا يعني ناس كده بتظلم قوي هاري بوتر، مش واخدين بالهم ان وراها منظومة قيم كاملة، بس مش هي دي العقدة القصة، إنما دي الفرشة اللي بناء عليها اتبنت القصة. أنا بدي نموذج زي الأدب العظيم الجميل الشيق ممكن يبقى وراه أهداف تربوية، بس ما هياش يعني مش بقول أنا بربي، لا هو من غير ما أحس العمل ده إيه ده، كل جزء من 7 أجزاء في 20 مرة البنت بتروح المكتبة وتفتح الكتب طبعا، فبيبقى في إدراك تراكمي إنه ده الحل. هو ده صحيح. هو ده الكلام. طيب هنا في برضو نقطة، إنه الكاتب اللي بيكتب عمل أو رواية عادية غير اللي بيكتب للطفل، صعوبة الكتابة للطفل إيه فن؟ أنا هقول لك حاجة، يعني طبعا الكتابة دي موهبة، وزي ما بنقول إنه أستاذنا توفيق الحكيم كتب مسرح أكتر حاجة كتبها، أستاذ نجيب محفوظ كتب رواية، يوسف إدريس كتب قصة قصيرة، صلاح عبد الصبور كتب شعر، أنا بكتب للأطفال، فهي موهبة، بس كل منا واحد منا بيجد نفسه في نوع من هذه الأنواع الأدبية. إنما مشكلة الكتابة للطفل إيه؟ الطفل ده ما هوش طفل واحد، أنا عندي طفل ما قبل المدرسة، يعني ما تاخدي بالك من الطفل قبل ما يبتدي يتكلم، غير الطفل بعد ما يبتدي يتكلم، محصوله اتغير، محصوله المعرفي اتغير. يعني في بتسمي في حصيله لغويه منطوقه، وفي حصيله صحيح. لغويه مفهومه، وفي حصيله مكتوبه، فالحصيله بتاعته كل ما مختلفة بتزيد. فهل النص اللي يصلح لسن زي الكتاب ده، النص ده اللي لما انا بفتحه اجد انه الصوره بقت 80% من الصفحات، هل ده يصلح لسن 6 سنين؟ هل يصلح 8 سنين؟ يعني كل عمر ليه مواصفات. كمية الكتابة مثلا بنمسك التتلة المشهورة دي ونفتح نجد انه خلاص الصفحة كاملة والخط صغر وبقت فيه 50 صفحة مش 16 صفحة. فدي المشكلة الرئيسية امام كاتب الاطفال، انه بيكتب باعمار مختلفة. لا وعليه انه هو يدرك ان النهاردة الطفل ده خرج برا نطاق الاسرة وراح المدرسة، تعرض لمجتمع اكبر، فتقدر تحكي عن حاجات اكتر وهكذا. بس برضو مرحلة بداية القراءة اللي هي أولى ابتدائي لتالتة ابتدائي غير تختلف صحيح، في رابعة وخامسة وبتدخلي إعدادي. طب دي نقطة تحدي، أعتقد في نقطة تحدي أكبر، يعني فكرة تحدي اللغة صحيح بيها الطفل. في بقى نقطة تحدي الإبهار، يعني فكرة إني أنا أجذب الطفل من أول ثانية، من أول كلمة في الكتاب لآخر كلمة في الكتاب، ده مش سهل حتى على نطاق الأفلام أو الأعمال الدرامية اللي بتتعمل في الأطفال، أعتقد إن هي صعبة جدا إنك تضحك طفل، يعني إنك تبكي طفل، مش سهلة. هو زي ما بنقول العقده بتاعت القصه. امبارح كان معايا صديق بيحكي بيوريني قصه عشان اقول رايي فيها، فهو عاوز يقول انه راح عند جدته ولعب بمفتاح البيت، وفي وسط اللعب ساب المفتاح في وسط الورق اللي كانوا بيلعبوا بيه. بس قال الكلام ده بعد ايه؟ بعد ما عمل فصل واثنين، وفي الفصل الرابع قال ومفتاح جدته. قلت له لا ما ينفعش، هكون نمت، هكون سبت الكتاب، لا انا قعدت اوصف لي بيت جدته. تقول لي اعمل ايه؟ قال له في الاول انا خليت جدتي بيتت ليله سيئه جدا وانا كنت السبب. عارفين ايه اصل حصل؟ يعني ابتدي مش تقولها لي في الصفحه 15، لازم تقولها في اول سطر، ان انا تعبت جدتي ليله وكانت قلقانه عشان مش قادره تقفل الباب بتاع البيت، وبعدين احكي ايه اللي حصل. وفي خلال القص انت بتقول بيت جدتي وبنروح نزورها انا وماما، بس قول ده بعد ما تبتدي. هي المساله ازاي تربط الطفل. ايوه سطر مفتاح. انا بسميه مفتاح العمل الادبي. والافلام كده، في افلام بتدي لك اخر لقطه وتحطها لك في الاول عشان تتابعي. النهارده الحقيقه بقت كل اللي بيكتبوا الكبار والاطفال متاثرين قوي باثر الافلام على الجمهور. يعني النهارده الفيلم للكبار 2:30، طفل فيلم الاطفال ما بين 10 دقائق و45 دقيقه. زمان كان ممكن يقعد الواحد يقرا كتاب 2 أسبوع. النهارده الحقيقه الحياه خلت الواحد
وعشان كده الفيلم الاربع ساعات تلاقي يقسمه لك على مرتين على فيلمين. ففي اشياء تغيرت في الحياه خلت الكاتب ملزم انه يعني يبقى مرن اكتر في الكتابه ويطوع يخلي شغله متوافق مع ظروف الناس ومع رغبتها. وانا دايما بقول يا اللي بتكتب للاطفال اقعد في وسط الاطفال وهم بيشوفوا فيلم للاطفال شوف صبرهم على ايه، وبعدين بعد ما يخلصوا فيلم بيسالوا على ايه عشان يتعلم اثر. دايما بنبقى حابين كمان المناقشه اللي بتبقى بعد الكتاب، يعني فكره ان احنا نقرا كتاب وخلاص غير لما بنناقش الطفل في يعني الكتاب وفي اللي استفادوا منه وغيره. انا معلش انا هشارك الكتاب اللي اخذ اليوم ممتاز السنه دي، قالت ده احسن كتاب ممكن نقدمه للعالم للتنميه البشريه. ما اسمه ليله النار لاستاذ يعقوب الشاروني. اهو ده اللي اخذ جائزه افضل مؤلف وكده. المهم انه احنا لما بنقول انه احنا بنكتب كتاب، شوفي هنا صفحتين ما فيهمش صور انما خلوا على الاقل العنوان متغير وكده. فاحنا بنقول انه انا عاوز اتكلم على التعاون، والقصه دي بتحكي على احد الخصائص المهمه قوي في الشعب المصري انه بيتعاون. يعني القصه بتدور في منطقه عشوائيه والسوق اللي كانوا بيعيشوا عليه اتحرق، فازاي اعادوا بناء السوق في ليله واحده. فانا عاوز اقول ان احنا كشعب مصري ممكن تبان ان كل واحد لوحده احيانا، انما ساعه الكوارث بقى ساعه مش ضروري الكوارث، ساعه ما تقابلنا مهمه عظيمه كنا بنتعاون قوي وبوسائل بسيطه وبننجح في الاخر ونغير. يعني انا بتذكر قوي خراطيم الميه اللي هدينا بيها خط بارليف بعد بارليف. يعني لا احنا عباقره قوي على فكره، وبنقدر نحل مشاكلنا بابسط الاشياء. ازاي الناس دول الغلابة دول اللي بيعتمدوا على انهم يبيعوا الحاجات الهامشية ازاي اعادوا بناء السوق بتاعهم في ليلة واحدة؟ يعني ايه كانت الستات دول؟ طبعا احنا في حاجة بنعملها احيانا كطبقة متوسطة، بس دي نظام دائم في المناطق العشوائية اللي بيسموها الجمعيات. كل واحد عنده مشكلة هتجوز بنتها وحد دخل مستشفى بيعملوا الجمعية. صحيح بيعملوا جمعية وتتسدد، وده نظام بقى نظام دائم. شوفي الفئات دي خلقت نظام اقتصادي يحل محل البنوك طبعا مبالغ ضئيله، انما بقت في نظم اقتصاديه بتساعد وبتعرف الاطفال على ممكن شيء هم ما يعرفوهوش وهكذا. طبعا التعاون صحيح. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهارده، استمتعنا. أهلا. ودايما ان شاء الله تمتع اجيال واجيال من الاطفال باعمالك الجميله وتستحق جوائز اكثر واكثر. اشكرك يا فندم. بشكر الاستاذ يعقوب الشاروني رائد ادب الاطفال. وحالا بننتقل مشاهدينا الكرام لفقره اخرى عن النانو تكنولوجي، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. بشكرك يا فندم. بنعود لحضراتكم على طول مشاهدينا الكرام، وبنتكلم عن موضوع العالم كله بيتكلم فيه، والعالم كله الحقيقه اخذ خطوات قويه ومحترمه في هذا المجال، ومصر الحقيقه كمان بتهتم جدا بيه وهو مجال النانو تكنولوجي. اسمحوا لنا يكون معانا الدكتور محمد شعبان، يعني هو بكلية العلوم جامعة بني سويف ومدير معامل النانو تكنولوجي ووكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وجاء وحائز على جائزة الدولة التشجيعية بالعلوم الفيزيائية، وكثير والكثير يعني السي في بتاع حضرتك كبير. اهلا بحضرتك وبصبح عليك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بيك واهلا ببني سويف واهل بني سويف. وخلينا ندخل في الموضوع على طول ونعرف الساده المشاهدين ما هي النانو تكنولوجي وازاي احنا مهتمين بيها خصوصا في جامعه بني سويف. تمام. النانو تكنولوجي هو علم طبعا بدا بفكره من ريتشارد فيمان لما قال احنا لو استطعنا ان احنا نرتب الذرات او الحاجات الصغيره جدا ونتحكم في ترتيبها يبقى في حاجات كتيره جدا هتحصل ما احناش متخيلينها. علم النانو تكنولوجيا هو العلم اللي بيتعامل مع الحاجات الصغيره على مستوى الذره ومستوى الجزيء واعاده ترتيبها وتطبيقاتها في المجالات المختلفه. ده بالنسبه لتعريف علم النانو تكنولوجيا. طبعا اللي كان ساهم بشكل كبير جدا في تطور علم النانو تكنولوجيا اكتشاف الميكروسكوبات الالكترونيه وتطويرها منذ 30 سنه. تمام.
عايزين نعرف قد ايه مصر، حضرتك تعلم طبعا انه مصر دلوقتي بتهتم بشكل كبير جدا بالعلم وبالعلماء، الوضع يعني اصبح له اولويه كبيره. ازاي حضرتك بقى بتشوف انه مصر مهتمه بمجال النانو تكنولوجي وقد ايه مشينا فيه خطوات؟ مصر يعني علم النانو تكنولوجي لما بدا بره في على مستوى العالم في كثير من العلماء المصريين دخلوا في نفس المجال، فالفجوه بيننا وبين العلماء بره في الجزء بتاع النانو تكنولوجي ما هياش كبير، وبالتالي اصبح عندنا كادر او كوادر علميه وكوادر كمان صناعيه متخصصه في النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي ميزتها ان هي ما بتستخدمش تكنولوجيات بهذه التكلفه، لا بتستخدم تكنولوجيات بسيطه جدا او تكلفتها اقل بكتير جدا من التكنولوجيات العامه. النقطة الثانية ان هي بدأت تدخل في كل مناحي الحياة، يعني بدأت تدخل في التطبيقات البيولوجية، التطبيقات الطبية، التطبيقات الصناعية، فبدأت تدخل في كل المجالات، وكمان في تطوير سريع جدا في علم النانو تكنولوجي، تطوير من حيث الكفاءة وتطوير من حيث التكلفة، تكلفة الصناعة. أهم المجالات اللي ممكن تساعدنا فيها النانو تكنولوجي؟ النانو تكنولوجي ممكن تساعدنا في المجالات اللي احنا بنحتاجها في مواجهة المشاكل القومية، زي مثلا المية. سواء عملية تحلية المية أو تنقية المية، حاليا دلوقتي بالتصنيع الفلاتر التناضح العكسي أو الفلاتر اللي بتعمل عملية تحلية المية بيتم فيها إن احنا بنجيب مادة بوليمر وبنحط فيها مواد نانو ماتيريال. النانو ماتيريال دي أو المواد النانوية علشان تحسن من خصائصها وكمان علشان تمنع مرور الأملاح، يعني احنا لسه عاملين شغل أو بحث في عملية تحلية المية وتصنيع فلاتر للتحلية، وصلنا لإزالة الأملاح بنسبة 99.54% باستخدام النانو تكنولوجي مع تكنولوجيا البوليمرات. الحاجه الثانيه مثلا استخدمنا برضه تكنولوجيا النانو في معالجه بعض الملوثات بتاع الميه، زي مثلا الاصباغ، مصانع الورق ومصانع المنسوجات دايما بيبقى فيه كميه اصباغ بتبقى راجعه في الميه بتاعتها، الاصباغ دي من المواد السامه وبالتالي كان لازم نعالجها. فكرنا في معالجه الاصباغ عن طريق ازالتها باستخدام حاجتين، مواد نانويه بنحطها في الميه المرتجعه مع استخدام ضوء الشمس علشان ما نكلفش اي طاقه، ونجحنا فعلا بازاله الاصباغ من الميه في فتره زمنيه لا تتجاوز 5 دقائق. كمان برضو تطبق في حاجات تانية كتير، يعني مثلا احنا صنعنا انسجه ومنسوجات بتعمل عمليه تنظيف ذاتي وفي نفس الوقت مضاده للبكتيريا والميكروبات، وبناء على الابحاث اللي احنا شرناها في المجال ده جالنا اجزاء من كسوه الكعبه علشان نطبق عليها نفس التكنولوجي علشان نطول فتره العمر بتاع كسوه الكعبه، لان الكسوه بتتغير سنويا، الكسوه بتصنع من حاجتين الحرير وخيوط الذهب، وبالتالي مع الحج والملامسه وهكذا وكمان الميه والمطره الحرير من الحاجات اللي بتمتص الميه بشكل كبير جدا، فكان طبعا بتتبلل وبيحصل تلوث وبينمو بعض الحاجات بين الجدار وبين الكسوه، فكانت المملكه لازم تغيرها بشكل سنوي وتكلفتها طبعا ملايين الدولارات. فاحنا بدانا نعمل مواد نانويه بحيث نحملها على كسوه الكعبه، فتخلي الحرير بدل ما هو بيحب الميه ويتبلل بالميه تخلي الميه تنزل على الحرير فتتكور على شكل كور وتنزل في شكل قطرات بدون ما تبلل الكسوه ولا حتى تخلي اي بكتيريا او ميكروبات تنمو عليها. كمان الماده دي حطينا فيها خاصيه ثانيه ان هي تكون بتقتل او بتحارب البكتيريا والميكروبات، يعني لو اي بكتيريا او ميكروبات قربت منها بيحصل لها عمليه دس. كمان طبقنا برضو النانو تكنولوجي في مجال الطاقة كنا بنشتغل على جزئين، في تكنولوجيات موفرة للطاقة وفي تكنولوجيات تانية لإنتاج الطاقة. إنتاج الطاقة اشتغلنا على السولار سيل واشتغلنا الخلايا الشمسية وعملية إنتاجها، وكانت الفكرة إن إحنا عندنا مساحات كبيرة جدا البيوت بندهنها بدهانات، فعملت اتفاق مع جامعة تكساس بحيث إن إحنا نحول الدهانات دي علشان تبقى كمان هي طبقات من الخلايا الشمسية، بحيث يبقى الدهان بتاع البيت هو دهان وفي نفس الوقت حاجة بتنتج طاقة. النقطة الثانية اللي اشتغلنا عليها كانت عملية تحويل الويست اويل او الزيت المستعمل سواء زيت الاكل او زيت العربيات او الزيت دي لبايو ديزل او وقود حيوي، ان احنا نعمل